اليوم ان شاء الله عندي خبز ديال المقله وبومس سي بان دي بيتا بومس نستر 200 غرام ديال الهرينه دوز كوت صغار ديال الزيت سال اغوا دي بيا ميديا كوت صغار ديال السكر يون بوكو دي سيسامون اوبسيونال اي 15 غرام ديال لافادورا فريسك نحتاجو سكر ديال الدقيق 15 غرام ديال خميره معجونه ومعلقه كبيره جوج معالق ديال زيت العود معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه كبيره ديال الزنجلان اختياريه والماء دافي ثم بيس بيس كونسال سيتي سي سامو اللي انتس مسكلا لا الى سكر كون ليفادورا يا اغوا تيبيا ندي خمس بينين وكنبداو ان بيسامو سانسر كون اغوا يتشاندو بوكو بوكو نديرو في الاول الخميره مع شويه ديال الملح والسكر نخليها ترتاح شويه مع الماء كنخلطو دابا كندلكو غير بون سامو سانسر بوكو كنسي مسكلي تودو بيان باش نتاكدو ان العجينه ان الطحين ما بقاش فيها كويرات كندلكو شويه انا واحد يدلك بطريقته جوج دقائق ولا ثلاثه انا جوج ثلاث مينوتوس من بعد غنديرهم في الطابور ونخليها ترتاح واحد 45 دقيقه ولا ساعه الوغبه موسى هو دانا من طابور البادا 45 مينوتوس استاون اور ملي كدوز ديك المده كيف كتشوفوا كنحيدوها اور يا بيس سافر من طاب استنتي نحيدوها من البول نقطعها طريفات على 6 ولا 7 اللي بغيتو اور موسى كتر لي لايري موسى كتر لا ان بياسيس بيكينيا 7 او 8 كما كيريس ديبيندي لا سارتان كتينيس على حسب المقله اللي عندكم قطعوها واش كبيره ولا صغيره اللي بغيتو خبز ساهل ما يحتاجش فرن زنقة ولا شي حاجه كمقلى ولا بعين سلام وكيصلح لي ساندويش تاكل به الطاجين اي حاجه تعمرو من داخل تعمرو بشي حاجه كنشوفو كنعطيها فورما دابا غنبداو نقرصو ديسبيش ديال دار الناس فورما غنبداو نصا بلاصتالو كنعيو ديال الرودية إيس تموي بيان كيس تموي فينو سيسي ان شاء الله تهلا الا سرتين وضروري انه يكون رقيق باش ملي كتحطو في المقلة كيتنفخ كيبقى غير جلدة مع جلدة بالنسبة للطير ديالو فقط كنخليه واحد 30 ثانية ولا هدا وكنقلبو يلا كيبداو يبانو لنا الفقاعات نقلبو نبقاو نقلبو باش كنعاونو باش كيدخل ليه الهواء سخون وكيتنفخ كنعاونو بالطحين من هاد الأول الرودية وكنعطيوها فورما ممكن مني معندوش الرودية ممكن يقرص فقط بيدي لا هدا دي الرودية هدا موصلة فورما يتم ياكل هدا دون بوكو دي أرينا 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 كومون حين عادي بطبيعة الحال اللي بغا يخلطو بالفينو ممكن يخلطو بالفينو أنا نوريكم ثلاثة هكا ونتوما شو شي حاجة صعيبة الزنجلان كيبقى اختياري اللي كيبغي يدير تنافة وحبة حلاوة يدي ماشي مشكل أنا هادشي هاد الزرع زويونين وكيعاونو على الامتصاص كيف كتشوفو أنا ساليت هاي تيرمينا أورا بويا نبيسار أبورينوس إلا ساتن أونا إن أونا Ponemos el pan en la sartén, unos 30 segundos o por ahí. Cuando empiezan a salir las burbujetas así, que se empiezan a hinchar, hay que darles la vuelta. Mira que chufo de la mano, es como si lo hubo. Si no, te fijas, si no, me fijas. Le damos la vuelta. Para ayudarle a que entre el aire en todo el pan y se hincha. ما بيس كيف كتشوفوا هو كيبدا يتنفخ من بعدو كتعاونوا شويه دوروه ولا هذا وبما انه رقيق بزاف ماشي ضروري يحمر بزاف شو كيبقى بيض راه طايب اما ما تيكونش غليظ كما يس كما موي فينو نو سي فالتا توستا لو باستانتي ممكن دوري اون بيلين يست سي بودي يكون خلال تامبيان التيمبو كيراس ممكن تحتفظوا فيه في المجمد الوقت اللي بغيتو خبز ساهل واي واحد ممكن يصاوبو نتمنى يعجبكم كيف هتشوفوا معايا جربوه وتخليوا لي تعليقات
Espero que os guste, lo probéis y me dejéis buenos comentarios, como siempre. Os quiero a todos. شكرا بزاف للجميع. شوف معايا كيف كيجي رائع. جربوه ان شاء الله وردوا عليا بصحتكم جميعا. بون بروبيتش ا تودوس.